السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، حياكم الله وحلقة جديدة وفيديو جديد، فيديو تحدي وفيديو إنجازات إن شاء الله في لعبة هايدي. أتمنى إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية دائما وتستمتعون معانا بالحلقة اللي راح نقدمها لكم، وراح تكون فيها إنجاز، فيها إنجاز، لابد إنجاز، إنجاز إما في الإكس بي ولا إنجاز في شيء ثاني. نقول بداية حلقتنا لايك واشتراك الغير مشتركين، ونقول عطونا تعليق من عندكم يكون جميل. خلونا نشوف الفيو البعيد. اليوم مش عندنا اليوم، اليوم الحدث حدث، اليوم الحدث حلو وجميل وحلو، خلوني أشوفها الآن، نشوف معاكم الحدث، حدث دبل اكس بي لمنتجات اللي راح تنقلها لنا السيارة. هذا باختصار، يعني ما في كلام ثاني، يعني اليوم جهز من الآن. طبعا الحدث هذا يستمر مدة يوم واحد فقط، يعني بكرة الساعة 11 راح ينتهي صباحا، فجهز له اليوم واشتغل له صح واكسب، لأن فيه مكاسب كبيرة. وبصراحة أنا كنت أمس أشتغل على بعض الطلبات، خاصة الطلبات العملاقة، كنت خليتها ما كنت أمشي السيارة وتركتها. شوفوا عندي طلب هنا ب 5416، وعندي هنا طلب الآن مع التدبيلة 2568، فيعني كان في طلبات أنا صرفت النظر عنها، خاصة الطلب هذا اللي 5416 تقريبا كان 2200 وشوي وكذا، فكنت أمشي الطلبات الصغيرة وأبقي الطلبات الكبيرة علشان أستفيد بهذا الحدث. شو رأيكم؟ وين نبتدي؟ طبعا اليوم شفنا الآن الحدث، عندنا الجائزة اليومية، عندنا عجلة الحظ، عندنا فارم باس، عندنا مش كثير اليوم على الديربي، لأن الديربي خلاص محسوم وانتهى، باقي عليه تقريبا يوم و23 دقيقة، يعني باقي عليه يومين وينتهي، وما زالت النتيجة محسومة لصالحنا وبفارق كبير، جمعنا 10560 نقطة، الآخرين أو الثاني 3232، يعني في فارق كبير، فإن شاء الله راح يحسم الديربي لصالح الحي اللي إحنا موجودين فيه. عندنا البلدة راح نمر عليها، ما عندنا شيء خلاص غير الأشياء هذه، ممكن نمر الوادي، ولكن الإنجاز، الإنجاز إما راح يكون في الإكس بي، الإكس بي نشوف باقي لي 78466 وما أتوقع راح أجيبها، المطلوب علي 927 واللي أنا جايبه الآن 848، فما أعتقد بجيبه، لكن أنا راح أشتغل كذا كتجربة، واللي عنده رأي يعطيني. عندي معزز دبل إكس بي ودي أشتغل عليه وفعله من الآن، هي التفعيلة مقصودة، يعني مقصودة لو كانت للقارب والبلدة، وإيش القارب والبلدة فقط، ما عندنا شيء ثاني غيره نقدر نفعله علشانها، ولكن 30% ومدة 3 ساعات ما تسوى، ولكن بشوف هل هو راح يشتغل مع أساسا مع الحدث، ما أدري. شغل يا حبيبي، شغل شغل شغل، والله ماني مفكر ولا جايب خبر صراحة. خلونا نشوف الآن، بداية راح نجرب مع لوحة طلبات السيارة، يلا نبتدي من أكبر رقم، نبتدي من أكبر رقم 5416، يلا نتوكل على، شوفوا لو بنحسبهم بتعدون 10000 يعني، وعندنا 1000 هذه 15000، وعندنا 900 و700، يعني نقول 1500 16 17 ألف تقريبا 17 ألف، لكن مع المعزز والله ما أدري، عطوني رأيكم اللي راح يشوفنا إن فعلنا معزز بضعف 30% يضاف إلى الإكس بي، طبعا المعزز للإكس بي، مضاعفة الإكس بي 30%، وعندنا حدث مضاعفة دبل، فخلونا نشوف وش كم راح يجينا، هل راح يشتغل المعزز
أوف 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 أوف. جانا ضعف والله. طبعا تحدي التحدي راح نكسبه يعني، حتى لو ما تعديت بالإكس بي راح نتعداه بأشياء أخرى. 2568 يعني نصفها كم؟ 2568 يعني 1200 وشوي، نصفها. يا ربي يجينا شيء آخر يعني، إن شاء الله أتمنى يجينا كذا، تطلع لنا طلبات زيادة. خلونا نشوف اليوم كذا، أحس أن الوضع مو بطبيعي اليوم. أتمنى يكون عندنا أشياء كذا تجينا فجأة. ومع حدث السيارة جانا طلب؟ لا ما جانا طلب. 1600 1500، يلا 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 راح نعدي يعني، راح ننزل من 78 ألف اللي شفناهم من أول، أكيد راح ننزل إلى 60 تقريبا، ممكن مع طلبات السيارة إلى 60. طيب 1000، يلا باقي لي 3 طلبات. طلع لنا طلب زيادة؟ لا هي باقي الآن 3 طلبات. هذا 2700، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والله هل يستاهل؟ يستاهل يستاهل، أعطيه مجوهرات لأن 2700 ما هو بسهل. ها يا قريق، قريق أزعجنا. يلا روح روح دوس ادعس. عجلة وقود الوادي مليانة اليوم، أنا مالي مزاج على الوادي اليوم، يوم كذا مقفلة معاي يعني، التحدي كبير وماني عارف والله وش أسوي. خلونا نشوف، أحيانا التحديات تستحق ولا ما تستحق؟ والله أحيانا تستحق. خلونا نحط الصويا هذه، صلصة الصويا، لا صلصة الصويا يحتاج إلى قمح، نحتاج نحصد القمح هذا. خربت الزراعة، خربنا المزرعة، خربنا المنظر. وين الصويا؟ طبعا ما راح نستفيد. يلا يلا خلنا نصنع الآن صويا، ويلا يا طلب. وين الطلب الكبير؟ 900 يعني تقريبا 19 ألف فقط لطلبات السيارة، فقط بسبب مضاعفة الإكس بي اليوم، وهذا شيء حلو بصراحة، هذا شيء جميل. اليوم عطونا الإكس بي وراح نشتغل عليه بقوة، تعدينا 20 ألف، لكن ما راح نتعدى يمكن، ما ندري والله، كل حاجة جائز. 55 يا سلام، 20 ألف إلى الآن، 20 ألف إكس بي كسبتها فقط من السيارة، يعني إحنا ما زحزحنا عن السيارة، 20 ألف فقط بالحدث الجميل هذا اللي منتظر أنا من زمان. هذه 2600، واو، منين نجيب لك؟ من وين راح نجيب لك 2008 برقه يا اخ؟ شيء خيالي والله. انا اوريكم كيف اجيبه، عندي حيله اليوم بقى بتحيل شوي على 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 طلبات السياره. ما فيها شيء يا جماعه، ما فيها شيء. انا صرفت 15 مجوهره على فائده كبيره، نبغى هذا. روح جيبها 15 مجوهرة على 2600 تستحق، نعم أدفعها. أنا بالنسبة لي ترى سويت الطريقة دي، وش 15 مجوهرة؟ هو اشتراك يوم واحد مع توم، 15 مجوهرة مع توم، ويجيب لنا طلبات أحيانا تنقذ الموقف وتعطينا مكاسب كبيرة. خلاص أعطانا 9، شوفوا 9، وجات 9، جاتنا 10 الآن. يلا مشي 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 مشي، خلاص بالنسبة لي أنا راح أمشي. باقي عندي هذه أومليت بالجبن، نروح إلى عربة الأومليت، أومليت بالجبن ناخذ 2، يلا ناخذ 2، طبعا مش وقتها الآن. نشوف كم الإكس بي الآن اللي انخفضت من 78، يا سلام اللي انخفض والله كثير. الآن باقي 49، 30 ألف، والله كأنها نقول 30 ألف، يعني فرق بين 78 و49 تقريبا 30 ألف. معقولة؟ طيب ما في مشكلة، نروح الجائزة اليومية. يلا نستلم قسيمة خضراء، منشارين، يلا زينة، شجرة زينة،
معولين. كويس حلو، نروح إلى عجلة الحظ. عجلة الحظ يا عجلة الحظ عطينا شيء كويس كويس كويس، بلطة شيء جميل. أيوه تدويرة زيادة عطتنا أموال 16300. طبعا لو جانا دوار الشمس، خلاص دوار الشمس انتهينا. الآن نروح إلى وين؟ راح نروح إلى السفينة. هذا شاي بالعسل يعطي اكس بي 465، تفاح 265، وعندنا شعرية الأرز أو الفول السوداني. شعرية الفول السوداني ثلاث صناديق، الصندوق الواحد اكس بي 666. خلونا نشوف هل راح يشتغل معانا. أيوه مشتغل معانا المعزز 30% على طلبات القارب. أنا ما شفته اشتغل معانا، ما أدري والله، كأنه اشتغل معانا على طلبات السيارة. نعم لو ما مشتغل مش معقولة نعدي 30,000 في طلبات السيارة لحالها. كانت 20، قلت بنعدي 20 في طلبات السيارة وجانا 30%. ممتاز. طيب الشاي، شاي بالعسل ممتاز، حلو حلو حلو، جميل جميل جميل. راح يبقى لي والله شغل كويس، طبعا بعد ما أخلص طلبات السيارة خلصناها، وبعد ما خلص طلبات القارب، وبعد ما أخلص إن شاء الله البلدة، راح يمكن يبقى لنا شيء بسيط إن شاء الله نحاول نخلصه اليوم. وين التفاحة هذه؟ نطلب مساعدة، خلاص مضطرين نطلب مساعدة. ما أدري والله وين راحت التفاحة هذه، وين طارت. طيب خلونا نروح الآن الفارم باس. الفارم باس وش عنده؟ تجددت طلبات الفارم باس الموسمية اللي هي الأسبوعية. يقول ضع 100 من المنتجات للبيع في متجرك الجانبي. 100 نقدر. طيب وعندك احصد من الفطر 540، طبعا هذه الموسمية راح يعطيك عليها 75 نقطة لكل هدف. وعندك اطعم 5 من حيوانات المحمية. ممتاز ممتاز. وبعدين عندنا الاهداف اليومية، ازرع 2 من اشجار الفواكه، شجيرات الفواكه اي شيء. ازرع 50 من الزنجبيل، طبعا يعطيك 4 من النقاط لكل هدف تنهيه. قم ببيع منتجات لزائر مزرعه 1. عين عليهم هذول شوي يغلبون. تبغى رز 41، انتم دائما تدورون الشيء اللي فيه نقص تروحون تطلبونه. وين هذه؟ وين دائما يدورون الاشياء اللي فيها نقص كثير ويجون يطلبونها. طيب خلونا نزرع احد الاشجار المثمره، طبعا ما حددوا ولكن قالوا يعني اشجار فواكه. خلونا نحط شجره رمان الان. خلاص هذه اكتملت زراعه واحده من الاشجار، 2 من الاشجار خلصنا منها. نجي على بيع منتجات ما قدرنا عليها، راح نجي على ضع 100. 100 كيف راح نضع 100؟ هذا زنبق يا كثر ما هو موجود عندي. ها وضعنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، باقي 1. فضحنا. هذه 100، هذه تكمله 100. خلاص الان راح يمشوننا 75 خطوه للكتكوت. والله الفارمباس قرب ينتهي الفارمباس، ابشركم يعني باقي عليه يومين، هدفين وراح نخلص الفارمباس ونقفل عليه بالكامل ونحصل على هدايا. يا سلام. ايش راح اشغل؟ راح اشغل الكيك. نعم شغل الكيك. يا والله في حاجة جديدة ما 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 معطينا. طبعا جائزة نقول متابعينا اللي من الحي ان شاء الله المجوهرات في هدف موسمي اخر اقضي عليه وبعدها اجيكم. خلاص الفارم باس بيخلص، ولكن انا ما ابغى النقاط هذه. راح يجيني 270,000 نقطة و 180,000 نقطة، تقريبا 450 نقطة. هذه راح أخليها
للعبور إلى المستوى 121 إن شاء الله بإذن الله نشتغل عليها. خلاص خلصنا الآن فارم باس وخلصنا على طلبات السيارة وخلصنا على طلبات القارب ونجي لحبايبنا الآن. الآن نجي لحبايبنا، حبايبنا اللي موجودين في البلدة، في ناس ينتظرون. راح نستفيد من 30%، احنا ما راح نعدي يعني، ما نعدي يعني، لو ايش تعطوني ما راح اعدي يعني. انا عارفكم انكم كريمين يعني، عندكم هدايا بس اكس بي ما تعطون. يلا روح روح روح، خلينا نمشي معاهم، خلينا نمشي معاهم. يلا نقول الامور كلها اليوم، ما مكتوب لك انجاز، خلاص ما مكتوب لك انجاز، على الاقل لو ننجز في البلده يعني، لو ننجح في البلده اليوم. نجاح في البلده يكفي، ترى ناجح الى الان. انا نجحت نفسي من 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 ثاني مبنى. لا 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 لا، في 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 مجال، في مجال، في مجال. هذا المطعم نجحنا، كلهم طلعوا، جاب فينا العيد. لا خلاص، في واحد بقولنا واحد. يلا 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 يلا، البقاله البقاله. خلاص هذا ترى اربع مباني الان، اربع مباني نجحنا فيهم. لا يطلع لنا طلب غير موجود، تكفون ما تجيبون فينا العيد. لا لا، كل الطلبات ونجحنا، ونجاح نقول في البلدة اليوم. طبعا نجاحك في المزرعة هي نجاحك في البلدة. إذا تبي تنجح في مزرعة هايدي، انجح في البلدة، جيب طلباتهم. يلا خلاص خلاص خلاص، النجاح 100% من الآن، 100%. يلا شكرا لكم الهدايا، شكرا 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 يا معلم. هذا المتجر الهدايا فاضي اساسا وجايبين لنا هدايا. طيب يلا نخلص. هذول مشينا اثنين وباقي لنا اربعه، يعني الامر طبيعي. اوكي خلصنا، ما عندنا قطعه لغز، وانتم باقي لكم يعني مهمه اسبوعيه في الفارم باس. راح ارجع لكم ان شاء الله في وقت ثاني واجيب لكم الشغلة اللي انتو تبونها. راح انتقل الان، ما راح اوزع، راح انتقل للمزرعة مرة ثانية ونشوف كم باقي علينا اكس بي. باقي علي 36 ألف، يعني ما في مجال اني راح اعدي معاكم في الحلقة هذه المستوى من 120 إلى 121، ولكن عندنا إنجاز آخر. هذا الإنجاز إن شاء الله راح يتحقق بإذن الله، وهو تطوير الحظيرة. تطوير الحظيرة راح نوصل 4450، وهذا شيء جميل. وخلونا نطور ونوسع الحظيرة علشان الإنتاج ما يوقف عندنا في الآلات، ونجمع كثير حتى نكون دائما على استعداد لتلبية طلبات سيارة، تلبية طلبات سفينة. وكل ما كبرت الحظيرة أو كل ما توسعت الحظيرة، صارت عندك إمكانيات كبيرة في لعبة في مزرعتك. نقول يلا طور، يلا طور. يا سلام، مبروك علينا التطوير، تطوير الحظيرة إلى 4450. أتمنى إن شاء الله اليوم جولتنا تعجبكم، وأتمنى إن شاء الله من عندكم ما تطلعون من هذا الفيديو إلا وتاركين تعليق إن شاء الله إيجابي ولايك. والغير مشتركين إن شاء الله راح يشتركون معنا. متابعينا الكرام، أتمنى إن شاء الله تكون أوقاتكم سعيدة دائما بمشاهدة هذا الفيديو، وأتمنى إن شاء الله أشوفكم على خير بإذن الله في فيديو قادم من لعبة هايدي. والآن أترككم في رعاية الله، ومع السلامة.